السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. الأفلام الجديدة وعندما تنزل على الإنترنت أولا ستكون غير مترجمة، ولترجمتها طريقة سهلة جدا، يعني تنزل ملف الترجمة وبعد ذلك تشغله بأي برنامج تشغيل يدعم الترجمة مثل VLC أو غيره من ذلك. ولكن ماذا إن كنت تريد مشاهدة هذا الفيلم الجديد على شاشة TV أو سمارت TV أو شاشة كبيرة بدون أن تتصل به الحاسوب؟ هنا ملف الترجمة لن تتعرف عليه الشاشة، بل سيتعرف فقط على الفيلم، وبالتالي لن تشاهده في الشاشة باستخدام الترجمة أو بالترجمة، يعني ستشاهده من غير ترجمة، وملف الترجمة سيظل لوحده، لن تستطيع الشاشة التعرف عليه أو مشاهدة الفيلم بالترجمة. وبالتالي وجب عليك دمج الفيلم والترجمة واستخراج فيلم جديد مترجم وتشغل هذا الفيلم الجديد المترجم على الشاشة بطريقة سهلة جدا، سأريكم إياها في هذه الحلقة، فلهذا لا تتعب كثيرا وابقوا معي. إذن في البداية ستدخل إلى هذا الرابط، بعد ذلك ستضغط على Free Download ليتم تنزيل هذا البرنامج XVI D4 PSP لدمج الترجمة مع الفيلم. طبعا سنستخدم هذا البرنامج الذي ستقوم بتنزيله من هذا الرابط فقط بالضغط هنا. بعد تنزيل ملف تثبيت البرنامج، هذا هو ملف تثبيت، ستقوم بفتحه وتثبيته بطريقة سهلة جدا مثله مثل باقي البرامج. بعد ذلك ستجد هنا أيقونة البرنامج في سطح المكتب، ستقوم بفتح البرنامج. بعد ذلك ستظهر لك هذه الواجهة، طبعا واجهة البرنامج هنا، ستختار Open. بعد ذلك ستختار الفيلم فقط، ليس معه ملف الترجمة، يعني الفيلم الذي تريد دمج الترجمة معه. سنختار هنا فيلم The Social Network على سبيل المثال. طبعا الآن قد تم إضافته إلى البرنامج. إذا لم يكن معه الترجمة ولم تكن تقم يعني بتنزيلها سابقا، ستقوم بتنزيل الترجمة لهذا الفيلم. طبعا تأخذ اسمه وتقوم بلصق أو تنزيل الترجمة من هذا الموقع، موقع سبسينس، موقع رائع للغاية. ستقوم بتحديد هنا اللغة العربية، كتابة اسم الفيلم، تضغط على بحث وتقوم بتنزيل الترجمة. بعد تنزيل الترجمة طبعا هنا أنها متوفرة لأنني وضعها من سابقا في نفس الملف عندما قم بالتشغيل هكذا، يكون يعني مترجم، تشتغل الترجمة فيه يعني بدون أن أضيف ملف الترجمة. الآن إذا لم يكن لديك ملف الترجمة، ستقوم بالضغط هنا على هذا الخيار Add، وتقوم بإضافة ملف الترجمة الذي قمت بتنزيله. من هنا ستختار الفورمات MP4، هنا أنصحك باختيار MP4، يوجد العديد من الصيغ التي ربما تحتاجها، ولكن أنصحك باختيار MP4 فقط، لا يوجد معها شيء. والآن ما عليك فعله فقط هو الضغط على Encode هكذا، تختار المكان الذي تريد حفظ الفيلم فيه وتختار سيف. طبعا العملية تأخذ بعض الوقت وتعتمد، يعني طول الوقت يعتمد على مواصفات حاسوبك وكذلك حجم الفيلم، حجم الفيلم يعني إذا كان جيجا، 2 جيجا، 700 ميجا، وكذلك مواصفات حاسوبك إذا كانت قوية ستكون العملية أسرع فأسرع. الآن هنا قمت باستخراج الملف، هنا هذا هو لا يوجد به ترجمة ولا أي شيء، عندما أقوم بتشغيله يكون مترجم منذ البداية هكذا، لاحظ نعم شو الكيم يكون يعني مترجم. الآن سنمر إلى الشاشة وسأجرب يعني هذا الفيلم، أضعه في فلاش وأقوم بتركيبه في سمارت تي في وسأرى أن الفيلم يشتغل بالترجمة. إذن كما ترى مشاهدي الكريم، أصبحت الترجمة تشتغل بكل سهولة وبدون أي مشاكل. يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة أي فيلم تريده على السمارت تي في دون الحاجة إلى حاسوب، فقط يعني فلاش USB أو ميموري كارد تركبه في السمارت تي في وتشاهد أي فيلم تريده. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة قد نالت إعجابكم، ورجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل لي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب أو اشتراك إذا كانت هذه أول حلقة لك لحلقات محمد صغير ومدونة العالم الافتراضي. يوجد حلقات شبه يومية في كافة المجالات التقنية، أبل، أندرويد، منوعات مثل هذه الحلقة، ربح من الإنترنت، ويندوز، الكثير والكثير في قناة العالم الافتراضي. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك لمشاهدة المنشورات التي أقوم بنشرها وغيرها من ذلك. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.